بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، اليوم إن شاء الله هنشوف أيضا نموذج آخر من الفروض، وتحضيرا طبعا للاختبارات وللفروض اللي مازال ما داروش الفروض. إذا عندنا أيضا نص عجبني، هذا أرسله لي واحد في الصفحة، أرسله لي في الماسنجر، قال لي داروه ولا داروه الثانوية اللي درس فيها داروه، وحب يعني حب يشوف يعني الإجابات، باسكو هو دار إجابات تاعه، حب يعني يقارن ويشوف. وفي نفس الوقت حبيت أنا أيضا نشاركه معكم لأنه يعني مليح، عجبني، مفيد. إذا بسم الله الرحمن الرحيم. أوزون. Le soleil est indispensable à la vie sur la terre. Tous les êtres vivants, plantes, animaux, hommes, ont besoin de sa chaleur et de sa lumière. Du soleil partent des rayons qui voyagent dans l'espace et apportent leur énergie. Donc, on a parlé là, le soleil, qui est indispensable sur la terre, ou les êtres vivants, ou فيها يعني تنبعث des rayons أشعة qui voyagent dans l'espace et apportent leur énergie, يعني تأتينا بالطاقة. La lumière émise par le soleil, énergie lumineuse. كما قلت لكم دائما لما تقراو النص نتاعكم في الاختبار ولا في الفرض ولا في الامتحان، اذا دائما سطروا على النقاط، على العبارات او الجمل اللي ممكن تفيدكم فيما بعد، ولا تكتبوها في ورقه الوثائق. مثلا هنايا لا لوميير ايميس بار لو سولي، اذا لا لوميير ايميس بار لو سولي عطاها اسم انرجي لومينوز، دونك هنا تقدر تكون اون دينوميناسيون، دونك نسجلها اون سي جامي طلبوها لي من بعد. Et composé. Regardez bien le verbe et composé. Là, يعني شغل راه يحلل لك كيف تتكون ولا من ماذا تتكون هذا الاشعه، هذا الضوء تاع الشمس. اي كومبوزي، دونك هنا سي اون اناليز تكنيك، سي ان بروسيدي اكسبليكاتيف. دونك اي كومبوزي دو ديفيرون ريون، سول كيلكوزان سون فيزيبل ا لوي نو، لوميير فيزيبل لا ميم شوز. اذا هنايا قالك تتكون من اشعه مختلفه، فقط البعض منها يرى بالعين المجرده. Les autres ont une longueur d'onde trop grande, rayon infrarouge, micro-onde, ou trop faible, rayon ultraviolet. يعني اما الاشعه الاخرى فلا يمكن رؤيتها بالعين المجرده، اعطى مثال على ذلك. Les rayons infrarouges ou micro-onde ou les rayons ultraviolets. Violet, عفوا. Alors, pour être perçu. Ces derniers sont les plus dangereux. شكون هما هاد لي derniers؟ يعني يقصد لي rayons solaires اللي ما نقدروش نشوفوهم، اللي عندهم une longueur d'onde trop faible ou la trop grande. هادو قالك sont les plus dangereux. Heureusement, dans la stratosphère, à environ 50 km d'altitude, se trouve une couche de gaz constituée d'atomes d'ozone. قالك heureusement، يعني heureusement la ستراتوسفير، هذه الطبقة من طبقات الغلاف الجوي، على بعد ما يقرب 50 كيلومتر من الارتفاع، يوجد اون كوش، يعني طبقة دو غاز كونستيتوي داتوم دوكسيجين، يعني يوجد طبقة من الغاز، غازات تتكون من ذرات الأكسجين. أوسي هنا لو فيرب كونستيتوي، صحيح كيما لو فيرب كومبوزي، تاني هنا يعطيك اون أناليز، هنا يقول لك من ماذا يتركب هذه الطبقة تاع الغاز، تتركب من اتوم دوكسيجين، يعني من ذرات الاكسجين. اوزون، اذا دو بوين، اوزون معناتها هذه الطبقه هي الاوزون، كابابل داريتي اون غراند بارتي دي ريون الترا فيولي، يعني عندها القدره انها توقف كميه كبيره من هذه الاشعه الفوق البنفسجيه الترا فيولي. سينو لا في سور تير سوري تامبوسي، والا زعما لو كان ما كانش هذه الطبقه اللي تحبس لنا هذه لي ريون اللي هي دانجوروز، كانت الحياة ستكون مستحيلة على سطح الأرض. Depuis 1974, les scientifiques sont inquiets. يعني قال لك منذ سنة 1974 العلماء راهم قلقين. Des mesures démontrent que le bouclier d'ozone diminue d'année en année. علاش؟ لأنه من خلال دراساتهم لاحظوا أن هذه الطبقة اللي هي الأوزون اللي هي تحمل الكرة الأرضية ولا الغلاف الجوي من اختراق هاد الأشعة ما فوق البنفسجية، قال لك هاد الطبقة راهي تنقص من سنة إلى سنة، ديمينيو دون أني أون أني.
Entre 1985 et 1987, la baisse d'ozone a été de 15%. يعني قال لك ما بين الفترة 1985 1987 هذه طبقة الأوزون نقصت بنسبة 15%. إذا هنا شوفوا تاني سي دي شيفر، دونك هنا سي اون إليستراسيون، نفس الشيء هنايا. إذا نكتبها عندي ونخليها أكوتي. Les ballons sondes de la base américaine de Mount Mardo et les cartes établies par satellite Nimbus ont observé au-dessus du pôle un trou dans la couche d'ozone qui, en 1987, était aussi grand que le territoire des États-Unis. يعني في هذه السنة لاحظوا هذا يعني قاعدة تاع الأبحاث العلمية والرصد الجوي، لاحظوا باللي كاين ان ترو يعني ثقب في هذه الطبقة تاع الأوزون اللي كان يعني كان في 1987 كان اكبر من المساحه تاع الولايات المتحده. اذا هذا في السنه 87، فما بالك في الوقت تاعنا. اذا كان اكبر يعني المساحه نتاعه، كان الحجم نتاعه كان اكبر من الولايات المتحده الامريكيه. لاجل هذا راهم انكي. Si la couche d'ozone était détruite, les conséquences seraient dramatiques pour la survie de l'humanité. قالك إذا تخربت ديتخويت ولا دمرت هاد الطبقة تاع الأوزون، النتائج لي كونسيكونس دراماتيك سوري دراماتيك، يعني ستكون كارثية بور لا سيرفي دو لومانيتي، لحياة البشرية. لو غيونمون سولير بيجي على سيرفاس دو لا تيغ كريوغي، يعني علاش؟ لأن هنا غادي تخترق لما يكبر هذيك الطبقة تاع الأوزون، هذاك الثقب تاع الأوزون. غادي تدخل كمية هائلة من الأشعة الشمسية اللي قلنا عليها دونجوروز، اللي هي لي زوترا فيولي، غادي تدخل بزاف وغادي تتسبب في مشاكل. قال لك باللي بيجي لو غيونمون سولار بيجي، زعما اللي راح يدخل ويقعد في الأرض، ما عندهاش يبقى في الأرض في لا سيرفاس تاع الأرض، كريوغي يعني سوف يخلق انيفي سير، يعني ليفي سير اللي هو الاحتباس الحراري. هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي أنه لو كليما سوغي شوفخي، يعني المناخ سوف يسخن. لو سيكل دي بلوي سوري بيرتوربي، حتى يعني الامطار والتساقط الامطار اللي كان يعني في الاوقات نتاعها غادي يعني يسوغا بيرتوربي، يعني ما يكونش منتظم، ما يكونش في وقته، حتى انه ما يكونش بالكميات اللي لازم يطيح فيها. لي سيشغاس ملتيبليوري لي فامين، وغادي تكون يعني من نتائجها ايضا لا سيشغاس الجفاف الذي سوف يخلق ولا غادي يتسبب في المجاعات، لان الجفاف معناه الزراعه ما كانش، معناه الماشيه ما عندهاش العلف. اذا هنا راح تكون يعني ما يكونش منتوج زراعي، ما يكونش يعني نعرفوا بلي الزراعه مهمه جدا لحياه البشريه، اذا غادي تسبب في مجاعه. Un important programme scientifique est mis en place pour découvrir les responsables. يعني راهم يديروا دراسات وابحاث مكثفه ليكتشفوا ما هي الاسباب تاع هذا الامر. Plusieurs hypothèses ont énoncé عده نظريات، يعني درسوها. La pollution par l'ozone. هنا يعني يقول لك هذا الشيء راح يخلق لنا مشكل تلوث تاع الاوزون لما غادي تتخرب يعني ولا يكبر هذا الثقب. يعني هذا معناه انه راح تكون فيه اكيد نوع من انواع التلوث، يعني تلوث الاوزون. لي رياكسيون يعني راح يتسبب لما يتخرب لنا هنا طبقه الاوزون، راح تدخل يعني اشعه مضره، وبالتالي سوف تلوث الجو والحياه على سطح الارض. دي رياكسيون شيميك ناتشورال كومبلكس، من بينها مثلا تفاعلات كيميائيه معقده، et surtout des chlorofluorocarbones, le CFC, utilisés dans les aérosols, les réfrigérateurs et les extincteurs. Bon, là, la source, c'est l'Encyclopédie des Curieux, édition 1989. La source, c'est le texte interne, c'est un texte scientifique. Chauffe au cas la compréhension de l'écrit. Pourquoi le soleil est-il nécessaire à la survie sur Terre? لماذا قال لك الشمس ضروري يعني للحياة؟ إذا la question باينة، parce que les êtres vivants هاي لا. إذا عندنا le soleil est indispensable à la survie sur la Terre. Tous les êtres vivants اللي فيهم les plantes, les animaux, l'homme
Les hommes ont besoin de sa chaleur et de sa lumière. Donc, il y a la réponse. La question était pour que le soleil était nécessaire. Les mèdes sèmes d'arourie, les hayats à l'arbre, et dans les alnos. الكائنات الحية تحتاج أو تستنفع من الحرارة نتاعها والإضاءة نتاعها. نشوفوا الأسئلة الثانية. إذا سؤال ثاني قال لك ديجاجي دو تكست دو غيزون بور ليكيل تو لي غيون دو لا لوميير سولير نو سون با فيزيبل، يعني استخرج من النص سببين تبين فيهم لماذا ليس كل الأشعة الشمسية غير مرئية. قال لك هنا لكن نرجعوا للنص، قال لك شوفوا اذا فوالا لا لوميير ايميز بار لو سولي انرجي لومينيز اي كومبوزي دو ديفيرون غيون، يعني متكونه من مختلف او انواع كثيره من الاشعه. سول كالكوزان سون فيزيبل على نو، لكن من بين هذه الاشعه الكثيره والمتعدده فقط البعض منها مرئي، يعني نقدر نشوفوه بالعين المجرده. لوميير فيزيبل سموها الضوء المرئي. لي زوتر يعني قصدوا على لي غيون الاشعه الاخرى عندهم اون لونغور دوند ترو غروند، يعني لونغور دوند يعني الزاويه نتاعهم تاع الارسال كبيره جدا، واللي فيها لي غيون انفراروج ميكرو اوند، او تكون ترو فابل او تكون ضعيفه جدا مثل لي غيون الترا فيولي، يعني يا تكون كبيرة جدا لدرجة أنه ما نقدروش نشوفوها نخترقوهاش يعني، أو تكون ضعيفة جدا. إذا هادو هما السببين. إذا نقول واش نقولو، نقولو لي غيزون بوغ ليكيل تو لي غيون دو لا لوميير سولي لو سون با فيزيبل باسكو باسكيزون سوا اون لونغور دوند ترو غروند أو بيان اون لونغور دوند ترو فابل. هذا فيما يخص السؤال الثاني. عفوا لا كيستيون نيميرو 3 قال لك بون complète ce tableau à l'aide des informations contenues dans le texte. Il y a des jadwal min khilal ma'loumat li rahi fi an-nass. Idan première la colonne, la première colonne hadi, où se trouve l'ozone, à quelle altitude, les composants de l'ozone, le rôle de l'ozone, l'exemple. Nabdaou awalan bi où se trouve l'ozone. Alors, où se trouve l'ozone? Naqra bach na'rfou. دائما نرجعوا للتكست وننصحكم انكم تقروها على الاقل مرتين ثلاثه هكذا باش تكونوا يعني على بالكم بالمعلومات وراها متواجده في اي فقره في اي سطر. اذا لا لوميير ايميز بار لو سوليل انرجي لومينوس اي كومبوزي دو ديفيرون غيون سول كلكوزان سون فيزيبل ا لوي نو لوميير فيزيبل لي زوتر اونت اون لونغور دوند ترو غروند rayon infrarouge micro-ondes ou trop faible rayon ultraviolet pour être perçu. Ces derniers sont plus dangereux, heureusement. Ces derniers, les rayons, ils sont plus dangereux, heureusement, dans la stratosphère. Stratosphère, il y a tabaka, mais tabaka, le relief est jaoui. À environ 50 km d'altitude, يعني على ما يبعد أو من 50 km من الارتفاع, se trouve une couche de gaz constituée d'atomes d'oxygène liée à l'ozone. Alors, où se trouve l'ozone? L'ozone se trouve dans la stratosphère à environ 50 km d'altitude. هذه هي. إذا نعود للسؤال. Où se trouve l'ozone? L'ozone se trouve dans la stratosphère. هذا الجواب تاع هنايا dans la stratosphère. وهنا نكتبو à 50 km d'altitude. Voilà. يبقى لك composants de l'ozone. يعني المكونات اللي تكون منها هذا الغاز. إذا على حساب toujours في le même paragraphe. L'ozone. قلنا constitué. Se trouve une couche de gaz constituée d'atomes. طوم دوكسيجين متكونه من ذرات الاكسجين. اذا هادو هما لي كومبوزون نتاع لا كوش دوزون. alors les composants نقولوا لوزون سو كومبوز داتوم دوكسيجين او بيان نكتبوا الجمله كيما راها بالشكل ده. فوالا. اذا لا كوش دوزون اي كونستيتيي نقولوا مثلا كونستيتيي داتوم دوكسيجين ذرات الاكسجين.
من بعد قالنا لو رول، الرول يعني الدور يعني لا فونكسيون. شوفوا هادو ما كامل سي دي بروسيدي اكسبليكاتيف، هما داروهم هكذا على شكل جدول. مثلا لو كان يقول لك عطيني اون ان بروسيدي اكسبليكاتيف نتاع اناليست، جبد له هادي تعرفها من لو فيرب كومبوزي، وكاينه واحده اخرى تاني مثلا كاين. شوفوا كاين هنا مثلا لا لوميير ايميز بار لو سولي اي كومبوزي، هنا تاني سي اون اناليز متكونه من ماش من ديفيرون غيون، او بيان جبد لها هذه تاني سي اون اناليز. لاناليز سي كوا؟ انك تحلل لوبجي، تقول مثلا مما يتركب كيفاش ولا. اذا هنا تاني اون كوش دو غاز كونستيتوي داتوم دوكسيجين، هنا تاني سي اون اناليز. هنا باغ اكزومبل لو رول، لو رول هنا سيتادير لا فونكسيون، الدور او الوظيفه نتاع تاع لوبجي ولا تاع لو تيرم ولا تاع كيما هنا لوزون. اذا هنا تاني سي تان بروسيدي اكسبليكاتيف اللي هو لا فونكسيون. هنا تاني يقدر يقول لك عطيني يكتب لك فونكسيون تجبد له لا فراز، هنا تاني يقول لك يعطيك اناليز وتجبد له لا فراز اكسيتيرا. كيما هنا باغ اكزومبل اكزومبل عطيني دي زيكزومبل، هنا سي اون ايليستراسيون اذا تجبد له لي زيكزومبل. اذا نشوفوا قال لك لو رول، الوغ نشوفو لو رول يعني الوظيفة، واش يدير هاد الطبقة تاع الأوزون. توجور هنا في هادي، الوغ أوزون كابابل داغيتي أون كغونت باغتي دي غيون أولترا فيولي، إذا هذا هو الدور تاعو، قادر على أنه يوقف كمية كبيرة من الأشعة المافوق البنفسجية. سينو لا في سيغ تيغ سوغي تامبوسيبل، وإلا الحياة على الأرض ستكون مستحيلة. إذا هذا هو لو رول نتاعه، لا فونكسيون نتاعه، الدور تاعه هو أنه يوقف الأشعة المافوق البنفسجية من الدخول في الغلاف الجوي تاع الأرض. إذا واش نديرو في الفونكسيون نديرو أغيتي ولا كابابل دغيتي أون كغونت، كتبوها كيما راها، أو بيان تقولو إل أغيت لي غيون إلترا فيولي. ومن بعد عندك قالك هنايا عطيني دي زيكزومبل، هنايا قالك إكزومبل دات فيفون، عطيني أمثلة على لي زات فيفون يعني الكائنات الحية. إذا الكائنات الحية ها هي لهنا تلقاوها في البخومي باراغراف. شوف هنا قالك لو سولي اي انديسبونسابل لا في سور لا تير تو لي اتر فيفون، لي هما شكون؟ لي بلانت النباتات، لي زانيمو الحيوانات، لي زوم. قالك عطيني زوج اي بارتي زوج، او بيعطيهم لا في ثلاثه. هذا فيما يخص لا كيسيون نيميرو 3. نشوفوا الان لا كيسيون نيميرو 4، واش قالنا واش طلب منا؟ قالك غولوفي دو تيكست 3 مو او اكسبريسيون renvoyant à la recherche scientifique. هنا كيقول لك renvoyant ولا كي renvoie، ولا هنا يقصد لو شان ليكسيكال يعني الكلمات اللي ترتبط بال هذا ليكسبريسيون لا ريشيرش سانتيفيك، البحث العلمي. اذا كاين بزاف في النص اي كلمه تحسوا باللي تقدر تكون في نص علمي ولا ترتبط بتعبير على العلم ولا تعريف بالعلم ولا البحث العلمي. اذا مثلا نقراو نشوفوا كيفاش تعرفوا تجبدوا. مثلا عندنا لو سولي انديسبونسابل ا لا في سور تير تو لي اتر فيفون، هادو تاني يقدروا يكونوا اون بيزوان دو سا شالور دو سا لوميير، هادو كاع يقدروا يكونوا دي اكسبريسيون دي تيرم كي رونفوا ا لا ريشيرش سانتيفيك. دو سولي بارت دي غيون، كلمة غيون باغ اكزومبل المصطلحات العلمية، ليسباس مثلا الانرجي، لا لوميير ايميز بار لو سول هادا ايميز باغ اكزومبل انرجي لومينوز اي كومبوزي دو ديفيرون غيون، خلاص قلناها visible à l'œil, lumière visible, مثلاً, aussi une longueur d'onde, عندك rayon infrarouge, micro-ondes, rayon ultraviolet, عندك par exemple, هذه la stratosphère, altitude, kilomètre, la couche, gaz constitué, atome, oxygène, atome d'oxygène, مثلاً. إذن كاين بزاف، كاين بزاف. عندك مثلاً aussi des mesures, le bouclier d'ozone مثلا، هنا تجبد هذه مثلا بالون سوند على لا باز امريكان، لا باز مثلا ولا بالون سوند اسم تاع اذا مان بون هنايا ساتيليت باغ اكزومبل. اذا ثاني هذه نيمبوس، هذو كامل يقدرون يرتبطوا باللو تيرم تاع تاع لا ريشيرش سانتيفيك. مثلا عندكم كيما هنايا رياكسيون شيميك، عندكم هنا مثلا بولوسيون، عندكم هنايا هيبوتيز. اذا هادو ما كامل ولا هاد المصطلحات العلميه باغ اكزومبل. اذا نقولوا مثلا لوميير غيون اتر فيفون اوند مثلا بروغرام ديكوفرير، حتى تقدر تكون تاني كافعال، ستراتوسفير كما قلنا كوش اتوم اوكسجين
الترافيو لي نقولوا مثلا لا تير تاني لا باز ولا ساتيليت كوش دوزون ولا نقولوا مثلا لا سيرفي العيش على غيولمون سولير كليما سيكل هيبوتيز بوليسيون رياكسيون هادوما كامل مثلا لي رياكسيون شيميك اذا هادوما كامل ايغوسول تاني هنايا في الاخير هادوما كامل دي تيرم اللي يقدروا يكونوا ولا يرتبطوا ب بال renvoyant des expressions renvoyant à la recherche scientifique. قال لك دي مو او بيان اكسبريسيون يعني كلمات منفرده ولا كلمات دي جروب دو مو. سانكيامون قال لك دوبي 1974 les scientifiques sont inquiets يعني من سنه 1974 العلماء راهم قلقين. Relever du texte une phrase qui explique leur inquiétude يعني استخرج من النص جملة تبين هذا القلق نتاعهم. إذا نقولوا مثلا حبسوا على الجملة حبسوا أولا إذا فوالا نروحوا قبل الجملة اللي عطاها لنا سنة. Depuis 1974 les scientifiques sont inquiets voilà. لماذا؟ Des mesures, des nombres démontrent à point que le bouclier d'ozone diminue d'année en année. يعني des mesures يعني دراسات ولا إجراءات بينت باللي الطبقة تاع الأوزون راهي تنقص من سنة لسنة. إذا هذه الجملة هي اللي تحطوها. إذا قالك استخرج لي من النص جملة تبين هذا القلق. إذا نقولوا des mesures démontrent que le bouclier d'ozone diminue d'année en année. إذا ما عليكم إلا أنكم تروحوا للسنة اللي حطها لك في السؤال ومنها تستخرج الجواب اللي طلبوه منك. La question numéro 6. Dans le cas où la couche d'ozone sera détruite, les conséquences seraient dramatiques. يعني في حالة ما إذا طبقة الأوزون تخربت النتائج ستكون وخيمة أو كارثية. Dégagez deux conséquences à partir du texte. يعني استخرج لي نتيجتين يعني نتيجة هذا التخريب تاع طبقة الأوزون من النص. جبد لي قال لك اثنان. حوشوا على كلمة conséquence باسكو هي في السؤال ها هي لا باش نقدروا نجبدوا. إذا سي لا كوش دوزون ايتي ديتخويت كيما جات في السؤال هاد العبارة لي كونسيكونس سوغي دراماتيك كيما جات في. إذا حوشوا على الجملة كيما راها باش تلقاو الجواب. Pour la survie de l'humanité, إذن يعني تكون خطيرة هاد النتائج على الحياة تاع البشرية. Le rayonnement solaire piégé à la surface de la Terre créerait إذن ما واش راح يخلق un effet de serre. إذن هذه نتيجة من النتائج تاع la destruction de la couche d'ozone. إذن l'effet de serre, le climat se réchaufferait يعني يدير l'effet de serre احتباس حراري. ماذا سيتسبب هذا الاحتباس؟ راح يتسبب في انه المناخ سوف يسخن. اذا هذه كنتيجة مع اذا نديرو كيما راها l'effet de serre ولا tout simplement تكتبوا le climat se réchaufferait. اذا هذه من نتائج. اذا la couche d'ozone quand elle est détruite راح يتسبب ينجم عنها l'effet de serre يعني احتباس حراري. تقدروا تكتبوا effet de serre ولا تكتبوا لو كليما سو ريشوفري تاني كيف كيف. عندكم تاني هنا لو سيكل دي بلوي سو ريبيرتوربي يعني الامطار راح تكون النزول تاعها ما يكونش منتظم. لي سيشغيس ملتيبليغي لي فامين ايضا راح تكون جفاف راح يخلق مشكل تاع المجاعه. اذا هادو ما كامل دي كونسيكونس تختار زوج مثلا تقدر تقول لي فيتسير مثلا ولي سيشغيس ولا مثلا تقول لو سيكل دي بلوي سو ريبيرتوربي وتقول مثلا لو كليما سو ريشوفري. اذا لك الاختيار تختار واش تحب. قال لك زوج اذا انت تكتب له زوج. سؤال جو كوا رقم 7 وي. قال لك هنا لي زوتر اونت اون لونغور دون ترو غروند غيون انفرا روج ميكرو اوند او فابل غيون الترا فيولي بور اتر بيرسو. اذا هنا قال لك كيل لو بروسيدي اكسبليكاتيف يوتيليزي دون سيت فراز. إذا هنا على حسب ما رانا نشوفو راح يقارن كومباريزون بين لي غيون يعني لي غيون انفرا روج لي عندهم اون لونغور دون ترو غروند وبين لي غيون الترا فيولي لي عندهم اون لونغور دون ترو فابل. دونك هنا جو بونس كو سي اون كومباريزون هكذا راهي تبان لي وما نعرفش. إذا نروحو مثلا بون كاين دوطخ كيستيون. بون كاين دوطخ كيستيون دوك نجيبهم. إذا هادو كيسيون تابعين أضافتهم الأستاذة. كيسيون نيميرو 8. أكوا أو أكي
renvoie les pronoms soulignés. Ces derniers sont les plus dangereux. نرجع للنص نحوس على هذه الجملة باش هكذا نعرف على من تعود. إذا شوفوا سي ديرنيي ها هي لا مي رانا نشوفوها في بداية الفقرة دونك نشوفوا الفقرة اللي ما قبلها باش نعرفوا سي ديرنيي هذه على من تعود. La lumière émise par le soleil est composée de différents rayons. Seuls quelques-uns sont visibles et à l'œil nu. Les autres ont une longueur d'onde trop grande. Rayons, idem. Les autres, c'est-à-dire toujours les rayons. Le bas de Menhammer et le bas de l'Akhar ont une longueur d'onde trop faible, trop grande. Les manquants de chauffe. Idem, ces derniers, yani had l'Akhira, yani had les andhom les longueurs d'onde. Trop grande ou la trop faible, هما اللي يقصد عليهم. اذا واش نقولوا نقولوا لي غيون لي غيون سولير هنا يحكي على لي غيون تاع السولي. اما هذيك الصا وان اما لا دوزيام تو لي زيتر فيفون اون بيزوين دو سا شالور محتاجين للسمش نتاعه الحراره نتاعه يعود على من على لو سولي. Question numéro 9. Relevez du texte une proposition subordonnée relative. Dégagez l'antécédent et dites quel est le type de la proposition subordonnée relative. Et dans cette phrase, une proposition subordonnée relative. Et dans notre genre, le nas. Et la proposition subordonnée. Et dans la proposition subordonnée relative, il y a le pronom relatif. Alors, le soleil est indispensable à la vie sur la terre. Tous les êtres vivants. Plantes, animaux, hommes ont besoin de sa chaleur et de sa lumière. Du soleil partent des rayons qui voyagent dans l'espace. Alors, qui voyagent dans l'espace et apportent leur énergie. Il y a la proposition subordonnée relative. Donc, daimen tibda melant le pronom relatif. Ou il y a tkemmellek ou taouad l'antécédent. L'antécédent. Toujours يجي قبلها دائما وابدا كي تشوفوا لو برونون ريلاتيف ما قبله هو لونتيسيدون دونك لونتيسيدون هنا سي لو غيون قال لك كال لي لو تيب تاع لازم ديتيرميني لي يعني تحدد لي النوع تاع هاد البروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف نعرفوا بلي كاين نوعين كاين اكسبليكاتيف التي تضيف يعني شرح يعني اضافي نقدروا نحذفوها نقدروا نستغناو عليها وكاين اللي تكون ديتيرميناتيف يعني اساسيه ما نقدر تكمل لي المعنى ما نقدرش نحذفها مثلا اذا خديت هنايا دو سولاي بارت دي ريون يعني من الشمس تنبعث اشعه هنا راني نشوف بلي الجمله تاعي راها مكتمله دو سولاي من الشمس بارت يعني تخرج ولا تنبعث اشعه خلاص هنايا راه كاين سوجي لو فيرب لو كومبليمون دوبجيكت تاعها معناتها هنايا جمله مستوفيه اما هذه اضافه راه يشرح لك هذيك لي غيون سي كوا يقول لك كي فواياج دون ليسباس اي ابورت لوغ انرجي يعني هاد الاشعه تسافر عبر الفضاء وتاتينا بالطاقه نتاعها سما هنا راه يشرح راه يزيد اضافه فقط دونك هنا نقولوا سي اون بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف دو تيب اكسبليكاتيف هنا راهي تشرح فقط لي غيون سي كوا يعني واش دير ولا كيفاش دايره ولا ما راهاش تكمل في المعنى راهي فقط تشرح لان الجمله تاعي مكتمله كيفاش نعرفوا لا ديتيرميناتيف ولا اكسبليكاتيف نشوفوا لونتيسيدون الجمله يعني اللي تسبق لا بروبوزيسيون ريلاتيف اذا كانت مكتمله يعني فيها فعل فاعل ومفعول به ولا ان جروب نومينال مكتفي ولا هنا نقولوا بلي اكسبليكاتيف راهي تضيف فقط شرح يعني اضافه نقدروا نستغناو عليها اما اذا كانت يعني شرح فقط اما اذا كانت اساسيه اما اذا كانت الجمله ما قبل لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف غير مكتمله المعنى اذا هنا نقولوا راهي لا بروبوزيسيون ريلاتيف تاعنا راهي ديتيرميناتيف راهي اساسيه راهي مكمله للمعنى نتاع لونتيسيدون ولونتيسيدون هو دائما الكلمه التي تسبق البرونون ريلاتيف تو سامبلومون L'auteur est-il impliqué dans le texte? Justifiez votre réponse. يعني الكاتب هل راه موجود في النص راه مبين روحه بلي راه موجود في النص اذا كان نعم جوستيفي فوتر ريبونس يعني علل اذا ما كانش موجود علل اذا دائما كما قلنا هاد لي تيكست سيونتيفيك اكسبليكاتيف انفورماتيف اكسبوزيتيف كما تحبوا هنا توجور لوتور نو سامبليك با لماذا لانه هنا سي ان تيك il s'agit d'un texte explicatif et l'auteur ne fait qu'informer il nous donne des informations générales يعني حقائق علميه عامه مثبته يعني دونك هنايا ما راهش يحكي على وجهه نظره
ولا يحكي على امر يخصه هو، ولا راه يحكي على حاجه يعني علميه بحته، يعني حاجه عامه. دونك هنا نقولوا لوتور، كيما هنا حط لك لو فيرب امبليكي نقولوا لوتور ني با امبليكي، او بيان لوتور ني سامبليك با دون لو تيكست، باسكو لي اوبجيكتيف، راه موضوعي، راه يتكلم بموضوعيه ما راهش سوبجيكتيف. او بيان تقولوا باسكو نو دون دي انفورماسيون باغ اكزومبل سور لوزون، اذا نقولوا لوتور ني با امبليكي دون لو تيكست parce qu'il nous donne des informations sur l'ozone. Maintenant, il y a l'ozone, sur l'ozone. Il y a la cigarette, sur la cigarette, la pollution, la pollution, etc. Et donc, le réponse, normalement, l'auteur ne s'implique pas ou l'auteur n'est pas présent dans le texte parce qu'il est objectif. C'est le réponse, classe. Et le défaut, il nous donne des informations et il nous explique. Il nous explique, il nous donne des informations. Maintenant, la production écrite, je vais résumer le texte en quelques lignes. إذن درك نحط لكم ورقة الإجابة، أما هذا نوجدها لكم فيما بعد نشرحها لكم إن شاء الله. إذن نلتقي بعد قليل.